ان شاء الله. يلا ورينا بقى يا محمد. يلا هجمه مرتده، هجمه الاولمبي، يا سلام، هجمه وجوه جون، هجمه مع نادي الاولمبي على منطقه الجزاء، يا سلام، هجمه مع نادي الاولمبي على منطقه الجزاء، يا سلام، الهدف الثاني في الدقيقه. طبعا بمسح كابتن مدحت وكابتن ناصر زيدان في الاستوديو. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا على عمليه كفر الذات بنتيجه ايجابيه 2-0. اللعيبه الحمد لله النهارده كانوا على قد المسؤوليه، رغم ان احنا ريحنا النهارده حوالي 5 لعيبه من اللعيبه الاساسيين ولعبنا بالبدلة. اللعيبه كلها الحمد لله على قدر المسؤوليه. يمكن السنه دي ربنا كرمنا بمجموعه لعيبه عندها خبرات، لعب الدوري ممتاز، فالفتره الجايه ان شاء الله عاملين معسكر في القاهره في احد الفنادق الكبرى في القاهره، ابتداء من يوم الخميس اول ماتش ان شاء الله مع طنطا. ان شاء الله باذن الله تكون البدايه موفقه للنادي الاولمبي. مبروك الصعود ومبروك الفوز. الله يبارك فيك، وتحياتي للكابتن مدحت شلبي وكره بلدنا اللي دايما مغطيه كل الاحداث الرياضيه في مصر وخاصه في دوري القسم الثاني. والله كان في فرص كثيره ضاعت، لكن انا مش هتكلم في النواحي الفنيه قد ما هتكلم على التحكيم. المباراه بالنسبه لماليه كفر الذات تحصيل حاصل، والحكم مشدود، وكان ممكن يضيع لي 3-4 لعيبه ما دخلنيش بيهم في دور الترقي، مش عارف ليه. هل يا ترى هو مش فاهم الموقف ايه؟ واللعيبه ما عملتش حاجه، اللعيبه ما عملتش حاجه، بس انذارات غير عاديه غير طبيعيه، لدرجه ان انا ابتديت احطها تحت مرحله شك في حاجه معينه. هل يا ترى جاي عشان يوقف لي لعيبه؟ هجمه مرتده، هجمه الاولمبي، يا سلام، وهجمه وجوه جون، هجمه مع نادي الاولمبي على منطقه الجزاء، يا سلام، الهدف الثاني في الدقيقه 32 للنادي الاولمبي.